السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا، كورس تعلم اللينكيو مع سي شارب. والنهاردة تعالوا نتكلم عن السيلكت أوبريتور، فخليكم معنا. فاكرين الحلقة اللي اتكلمنا فيها على Anonymous Type او عن اي تايب تاني؟ ماشي، بس احنا اتكلمنا بالتحديد عن Anonymous Type لان هو دوت اللي مبني عليه فكرة السلكشن عموما، انك انت تسلكت اوبجكت اون زران كده اون تايم، يعني سلكتك يوم جاي يجي معاك ماشي وتبدأ تستخدمه بعدك. تعالوا مثلا لو مثلا وقفنا ديت ومسحنا الكود ده وجبنا بقى الكود من الداتا المكتبه اللي احنا كنا عملناها السيد ديت، ماشي، انا محتاج ايه؟ جيت كاستمرز، ماشي، اللي هم الليسته ديت. اوكي، فحاجه هنا كده اقول هنا var customers هي ايكوال جيت داتا دوت ايه جيت كاستمرز، ماشي كده هو هيجيب لي الكاستمرز ايه كلهم. طيب انا دلوقتي مطلوب مني شيء معين، ماشي، مطلوب مني ان انا اجيب، شوف هنا الليستة فيها قد ايه، الاي دي والنيم والعمر والجوين والكريت اي دي، مثلا هنا السبندد افريج والتليفون. انا عاوز اجيب بس الاسم والتليفون، ماشي، للناس اللي هم ايه اعمارهم اكتر من مثلا 30 سنة، ماشي، مطلوب مني بس دولت، مش مطلوب مني كل الداتا التانية ديت. فممكن في اوبريتور اسمه select، ماشي، select هنا ده بيساعد ان هو ايه يخلق لك anonymous type، او لو انت عندك type already وده هنعمله دلوقتي بعد ما نخلص الانونيمس تايب، ممكن تستخدمه فيها. وانت مثلا عندك الناس اللي هي بتاخد معايا كورس اي بي اي، ماشي، ساعات بيطلب منهم حاجه اسمها الدي تي او اللي هو الداتا ترانسفير اوبجكت، ماشي، وده بيبقى كلاس او تايب انت بتكريته كده اون ذا ران وبتقول له ايه انطلق يلا روح هات الداتا او بتبعت عليه الداتا، بحيث ان هو ما يعرفش الاستراكشر الاصلي بتاع الداتابيز بتاعته، ماشي، دي يوز ودي يوز تاني. اوكي، او لو انت شغال ام في سي ومثلا مطلوب مثلا منك انك تبعت الداتا اللي انت خلقتها ديت مثلا عن طريق ميثود شغاله بيه الاجكس مثلا، يعني لو هتبعتها ثرو اكشن معين، وفي الاكشن ده انت مش محتاج تعمل تايب، انت هتبعت له مثلا ايه اسم وكود مثلا، بحيث ان الكود يبقى كي والاسم يبقى فاليو، خلاص يظهر الاسم للشخص والتاني هيبقى من ورا بحيث ان هو لما يختار يبعت له الكود مثلا يعني. فدي حل تاني. الانونيمس تايب له استخدامات كتيرة جدا يعني في الشغل بتاعنا، بس يعني الناس ساعات لما بتشوف حاجة جديدة بتبقى مستغربة ايه الشغل بتاعها، بس هو له استخدامات كتيرة، ماشي. فهنا select، ماشي، هقول له مثلا ايه for any customer، ماشي، هي equal، ماشي، هنستخدم كلمة new بس ونفتح قوسين. اوكي، في ندخل بقى ايه اسامي اللي هي الاسامي بتاعت الايتمز بتاعتها زي ما احنا عايزين، يعني مثلا هنقول ايه customer name هي equal dot name، ماشي، كوما، مثلا انا مش عاوز الكاستمر اي دي، هنقول هنا كاستمر فون هيساوي ايه دوت، كان اسمه موبايل ولا فون انا مش فاكر بصراحة، كان اسمه تليفون، ماشي، كنترول سي اهو دوت تليفون. فكده انا كريت انونيموس تايب، ماشي، لو بصيت هنا كده هتلاقيه ان هو الايز دوت اللي هو ايه انونيموس، ماشي، حتى هو حاطط لك انونيموس تايب سترينج نيم، حاطط لك فيه سترينج نيم وسترينج فون اهو. شوف هنا كاستمر ده اي انيومرابل نوعه ايه، الاي دوت انونيموس تايب سترينج نيم، هو بس بيختفي ليه بس نغرس خلاص نسيبها كده، انونيموس تايب سترينج كاستمر نيم ولونج كاستمر فون، الفون ده لونج. اوكي، فهو خد التايب بتاعه الاولاني من هنا وخد التايب الثاني بتاعه من هنا. اوكي، كده انا عملت سيلكت، ماشي، ده برده لسه مش كويري يعني، انا بس مجرد ايه لو عملت اتريت هيجيب لك كل الداتا اللي موجوده في الكاستمر، ماشي، اللي بس بقى بالشكل الجديد ده على الانونيموس تايب الجديد. هاجي هنا واقول له مثلا وير اكس دوت السن بقى هنا هنا في غلطه، ماشي، ده كده وير هيفلتر بعد ما يجيب يعني بعد ما يحط الداتا في الانونيموس تايب، ماشي، يبقى لازم تجيب هنا الارجي كمان مثلا، يعني تيجي هنا وتقول له هنا
كاستمر ار ماشي هيساوي اي دوت ار. وهنا وير طب هنا اكس على انونيمس تايب اكس دوت كاستمر ار اكبر من 30 ماشي. وبعد كده تتريت تقول له هنا فور اتش وار ان كاستمر مثلا كونسول دوت رايت لاين اهو اكس سوري هنا ايه الكاستمر دوت مثلا ايه نيم بس نعرف الكاستمرز عمرهم اكبر من 30 وترن هيشتغل معاك ماشي اهو دولت اللي هم اكبر من 30. طيب افرض انا مش عاوز ابعت الارج كمان يعني مش الارج ده سري مثلا انا ببعت مثلا بتاريخ جويننج حاجه مش عاوز تبان فانا عاوز يعني الكويري يبقى على الجدول بتاع الكاستمر فاذا وير ما تتحطش هنا بعد سيلكت وير تتحط قبل سيلكت اهو كنترول اكس هنا كده كنترول في ماشي الغي بقى ده هنا ده كده هنا طبعا كاستمر ارج دوت مش حقيقي انت هتروح تخليه على الاج ذات نفسه والسيلكت اصبح ايه هيتريت طبعا ممكن تشيل الاج بعد تاني دلوقتي طبعا تحت هنا مش هيتغير فيه حاجه ماشي بس لو مطران هتلاقي النتيجه ايه واحد نفس ايه الداتا اوكي. ودي ميزه بيديها لك ايه الشغل مع اللينك انك تقدر تتحكم حتى في الشيء اللي هتعمل عليه سيلكت سواء عملت عليه سيلكت بالاتريشن سيلكت قصدي قبل الفلتر ماشي او بعد الفلتر او لو بعد الفلتر هتستخدم الاسامي اللي انت مستخدمها في السيلكت قبل الفلتر هتستخدم الاسامي اللي استخدمتها اللي هي الاسامي الاصليه بتاعت بقى ايه الميثود ذات نفسيه زي مثلا ايه الكاستمر هنا اللي هو اساسا ما هيتعمل عليه الفلتر اوكي. طيب احنا قلنا ان احنا ممكن نستخدم دي تي او ماشي والدي تي او ده بيبقى عباره عن مثلا هنقول كده ايه add new class وهنا customer DTO اللي هو data transfer object الناس اللي بتشتغل API عارفها كويس قوي خلي ده يلعب public ونحط بقى الميثودز اللي احنا عايزينها مثلا ماشي مثلا هنا customer name هيساوي سوري public string انا اسف وهنا مثلا هنا ده هيبقى long وهنسمي ده بالاسم التاني اللي هو ايه customer telephone ماشي كده بقى عندي DTO بنقل بيه الداتا. طيب هاجي هنا استخدم ايه هاجي هنا نيو مثلا هستخدم بقى الدي تي او بتاعي اللي هو ايه ده كده كاستمر دي تي او ونستخدمه هنا ماشي فاصبح ايه اصبح استخدام الكاستمر دي تي او خلاص هو ده اصبح ده التايب بتاعه ايه ليست اوف كاستمر دي تي او ما عادش انونيمس تايب ماشي ده بس الفرق الوحيد لو عاوز استخدم دي تي او او اي موديل تاني مكان ايه الموديل بتاعي. طب تعالوا بقى نكتب الكلام دوت نفس برضو السيلكت بس بقى ايه بالميثود سنتاك هنعمل هنا var customer ماشي هيساوي برضو هنا get data dot get customers dot where ماشي x برضو نفس سوري لا مش بقى get customers انا سرحت معلش هي المفروض بقى هنا ان انا اقول له بقى نستخدم الفروم مثلا هنقول كاست هيساوي كاست ان مثلا ايه جيت داتا دوت جيت كاستمرز اوكي وبعد كده اقول له بقى احط الشرط بتاعي وير ال مثلا اي ام بي dot where cu cast dot مثلا هنا r اكبر من 30 ماشي وبمنتهى البساطه بدل ما اقول له select cast زي ما عملنا في الحلقات اللي فاتت لا هقول له بقى هنا select ايه بقى new وافتح القوسين دولت بتوعي واخد نفس الجزء ده كده ماشي واقفل هنا طبعا هنا كاستمر ماشي واخد نفس اللي خدته هنا بس بقى هغير طبعا الايه لكاست ماشي ده بس الفرق بين اليوزنج كويري سنتاك ويوزنج ايه سوري الميثود سنتاك ويوزنج الكويري سنتاك بمنتهى البساطه وبنفس الطريقه اللي ممكن نحط فيها برده اللي هو الدي تي او ديت ممكن نحطها هنا برده ونسلكت عليها بنفس الفكره تماما ماشي
فهي ديت ايه السلكت اوبريشن في لينك. واللي عنده استفسار ما ينوعش في الكومنتس بوكس تحت الفيديو، والكود هتلاقوه في لينك تحت في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو. واتمنى للجميع التوفيق. انا معكم المبرمج احمد محمدي، والى اللقاء في حلقه القادمه، ودمتم في رعايه الله وحفظه.